يعني نبدي على الجهتين مادتين. قبل ما نبدي أريدكم تشوفون هذا المخطط. هذا طبعا مال بلومز. بلوم تاكسون. واضح قدامكم؟ صار واضح بس صوتك يصير بينصدر، اتوقع اكو جهاز ثاني مفتوح يمنا. اي هذا ذاك الاختبار مال، لانه الواتساب على الموبايل طفيته. فهذه يسمونه بلوم تاكسونومي. انتم تشوفون الاوبجكتيفز اللي نعطيها، هذه كلها تبدي بفعل. تشوفون هاي المحاضره رقم 1 ديفاين، 2 list explain list define define list explain outline وهكذا. من جايبيها؟ جايبيها من هذا التاكسونومي. يعني أنا إذا أكو شغلة أريدكم remember، remember يعني واحد يتذكر المعلومات، حفظ. زين، هذا الليفل الأول. أول ليفل من اللي واحد يقرأ هو remember. الليفل الثاني هو understand، يعني أنا حافظ مادة بس ما فاهمها، فبعدنا بلفل ريمبر. أندرستاند، ريمبر، وحافظها فاهمها. أوكي، فنسمي أندرستاندينج what the facts mean. ممكن واحد يحفظ فشي بس ما يفهم شنو هو، يدرخه يعني. فاللفل مالتنا الثاني هو أندرستاند. اللفل الثالث أبلاي، applying the fact and rules, concept and ideas. يعني تطبق ما درست، مثلا قانون بالمسائل اللي ننطيها. اكو فت قانون، اكيد قبل الابلاي لازم اكو understand or remember. لازم انا اتذكره وفاهم القانون اقدر اطبقه. تمام، فكل level يعتمد على اللي قبله. يعني الأبلاي يعتمد أنه أنت حافظ وفاهم. تمام، وهذا الأبلاي مالتك. الأندرستاند لازم حافظها، ماكو واحد يفتهم في شيء إذا ما حافظه. ذن أول ثلاثة تقريبا البيزك عندنا يعني، ويجوا وراهن مثلا أنالايز. أنالايز هنا يصير أناليسز. مثلا بالمدرسين يجيبوا لكم كيس ويجيبوا لكم اياها انفستيجيشن وهيستوري، ويقول لك شنو التشخيص او شنو الدايجنوسيس. انت جاي تسوي اناليسيس، هذا ليفل اعلى بعد. او ابلاي، ما بين الابلاي والاناليسيس. سامتايمز طول الفوق الخامس هو ايفالويت، يعني تقيم، تصير يعني فت خبره عندك. هنا هذه سينيور ليفل. احنا ما اعتقد نوصل، يعني بالنسبة لي انا بالمادة مالتي evaluation و creation اللي يخترع فتشي، يبتكر فتشي، combining part to make a new whole، يعني فتشي جديد من خلال الخبرة والمعلومات المتراكمة. المهم هذن الليفلز الفوق تقريبا احنا لحد apply الى analyze بالmedicine. يعني remember, understand, apply, analyze. زين، كل level من ذني إلى مجموعة أفعال تشوفوها. مثلا أول جوة، من جوة نبدأ remember، عندنا list و recite, outline و define, name, quote, match, recall, identify, label, recognize وهكذا. هذا من أشوفه بالobjectives. مثلا define، define all terms related to the control of communicable disease. أرجع أني define هو بالليفل مال الريمبر، إذن أنا لازم أحفظ هذا الشيء بالobjectives مال المحاضرة. list the three types of reservoir،
يجي واحد يقول ها شنو لست نحفظها نفهمها، أجل الأفعال مالتي وألقى لست بقائمة أو باللفل الأول اللي هو remember. فإحنا راح نستخدم مجموعة من النمو كلهن حتى تعرفون الأوبجكتس مال المحاضرة هذه، حتى أعرف أنا شقرة شحفاظ ش أفهم شنو اللي بس أطلع عليه وهكذا. أوكي، فهاي بعد ما نعيدها هذه يعني هي اللي راح نمشي عليها، كل شيء يمشي عليها الأسئلة والبلو برنت وكل شيء. أوكي، أجي مثلا إلى explain الأوبجكتيف الثالث. الإكسبلين من أرجع له وأشوفه أدور عليه وين ألقاه بالليفل الثاني مع الأندرستان ثاني واحد describe explain. إذن أنا لازم الإكسبلين the chain of infection، لازم أول شيء قاريها chain of infection حافظها وفاهمها within the context ضمن نطاق الأبيديميولوجيكال ترايد اللي راح نشوف. أوكي، so this is يعني ردنا what I want to say بالبداية، حتى هذا يسمونه Bloom's taxonomy مال المدسن، الليفل مستويات المعرفة بالنسبة اللي يدرسون بالمدسن. وهذا الفيرس مالته حتى تعرفون شنو معنى انه نمطي objectives بالبداية، بدل ما واحد بالامتحانات وبنص السنة والفاينل يسأل شو أسوي شنو أكتب شنو المطلوب. لا، هذا المطلوب واضح وقدامكم وأنتوا المفروض تعرفونه، وطالبوا بالأوبجكتيفز لكل اللكتشرز اللي تأخذوها، تخلي لكم خارطة شلون تقرأ وشنو اللي تفهمه وشنو اللي تحفظه. أوكي، طبعا الليفلز معتمدة واحد على الثاني، remember ماكو واحد understand إذا مو remember، وماكو واحد يقدر يسوي apply إذا مو هو remember understand قبلها. زين، بس هنا الobjectives يقول لك إنه مثلا أنطيك قانون معين وصعب ما أريدك تحفظه، أقول لك apply، فواحد مرتبط بالثاني. وإحنا تقريبا بالنسبة إنه لحد الأبلاي وأنالايز شوية عندنا مرات ممكن، لحد remember understand apply تقريبا هو هذا الليفل ماله. أوكي، so these are the objectives of the lecture and then we should start with definition of communicable disease. It is the illness that caused by infections or infectious agent or it is toxic product that is transmitted from infected person, animal or an inanimate source to a susceptible host. We need to know the chain of infection, and in order for the disease to occur, there are needs to be, there is an interaction between these variables. The chain of infection أو السلسلة اللي يصير بها الانفكشن، there is a need first to be a host that is susceptible to infection. والsusceptibility القابلية للانفكشن depend on several factors and we will discuss them later according to the specific disease. Also there is a need to be infectious agent. فلازم أكو هوست اللي هو إحنا بالنسبة لنا هيومن اللي يستضيف هذا الانفكشيس ايجنت. In this case we are talking about the biological agent, viruses, bacteria, parasite and so on. Thirdly, there needs to be a suitable environment that help a transmission of infection. Some infections might transmitted in within environment of high temperature, low temperature, low immunity, وهكذا. And then there is a vector in many cases that is means of transmission of the agent. The agent, the bacteria or virus, ينتقل من خلال vector in cases of indirect transmission. And also this will be discussed later.
The interaction of these variables need to take place in order for the infection to take place and produce a disease. The missing link in any part of these angles will prevent the occurrence of disease. For example, existence of good environment and infectious agent, but the host is not susceptible to infection because of high immunity. In this case, the person will not contract the disease. So these are the chain of infection, the condition, الشروط اللي commonly available for communicable disease or infectious disease to occur. And this is what we call it epidemiological or epidemiologic triad. Agent, well, environment, well, host, وبنصهم الفيكتور might help in transmission of the agent in a suitable environment to the host. The cycle of infection represented by a reservoir, we'll know later on. The agent could be virus, bacteria, parasite, and the portal of entry, which is from the agent transmitted, and there is a portal of entry, مثلا skin, مثلا mucous membrane, respiratory mucosa, يدخل إلى susceptible host, وبعدين susceptible host ممكن يصير reservoir of infection ويطلع منه portal of exit من خلال urinary, من خلال fecal, من خلال skin وهكذا, أو respiratory cuffing, يطلع الagent and the cycle will be repeated for another host or person. The reservoir هو it's the habitat where the infectious agent or infective agent survive, grow and multiply in a such a manner that it can be transmitted to a susceptible host. The reservoir of infection, الخازن بالعربي, can be human, يأما الكيس نفسه يتحول إلى reservoir أو carrier, يبقى حامل للمرض لفترات مختلفة, والcarrier هو الperson with an apparent infection that transmit the disease to others. ما عنده symptoms, بس هو شنو؟ ينقل للآخرين. مثلا female with gonorrhea هي carrier and infect others. But she is asymptomatic. Okay? So the animal could be a case or a carrier. We have some reservoir like environmental sometimes, like in water, there's a reservoir in what is called Legionnaire disease, in soil, like botulism and tetanus, and in plants, or might be a combination of sometimes of these types. The reservoir هو مثل ما نشوف, هو could be a case, the same case, could be a carrier state, هو a place where the infective agent survives and grow and multiply and can be transmitted to another susceptible host. Again, we repeat the same chain of infection to talk about the agent. We started with the reservoir and then we talk about the agent. The agent, the mechanism of disease production, سميها pathogenesis, and we have what is called feature of agent, the invasiveness, is the ability of the organisms to invade the tissue and multiply inside these tissues. We have a term called toxicity. It's the ability of the organism to produce toxins. هذه definitions راح نلقى قسم منها من ناخذ specific infectious agents. We have what is called exotoxin, who is released by a living organism.
لا باير هيت لا باير highly immunogenic and converted to antigen or toxoid by formalin heat and acid. So exotoxin released by living organism, it's a heat label affected by heat highly immunogenic and converted to antigen or toxoid by formalin heat and acid. The endotoxin it released after disintegration of the organism. It is heat stable and poorly immunogenic and not converted to toxoid. These terms need to be understood. We have a term of pathogenicity. It is the power of infectious agent to produce the disease. We have another term which is important is the virulence. The ability to produce severe pathological reactions measured by the ratio of clinical to subclinical disease and case fatality rate. يعني ايش قد طالع عليهم اعراض وايش قد بدون اعراض بس عندهم الايجنت كل ما يزودون اللي عندهم clinical symptoms الفيرولنس عالي مع الاورجانيزم كل ما نسبه الوفيات اعلى الريت مال الفيتاليتي ريت اذن الvirulence also is high. The dose of infection inoculum إش قد كمية تدخل من الفيروس أو البكتيريا high probability of severe disease with higher dose of infection سميها الinoculum أو dose of infection. We have a viability of the organism قابلية للبقاء resistance مالت المقاومة the ability of the organism to live outside the body. لأن الكوفيد كان يبقى على السطح مثلاً فد 6 to 9 hours alive قبل ما يوصل الشخص ثاني إذا عبر بدون infection يعني it will die أو إيش قد يبقى بالسويل أو إيش قد يبقى outside the body فنسميها viability أو resistance قد يقاوم الظروف spore formation we have some infectious agents maintain viability for long period in unfavorable environmental conditions. It's a spore. مثلا تيتانوس يبقى بالسويل بالتربة بسبب السبورات ومن يصير واحد wounded إذا نشوف من يجي واحد عنده wound أي wound يطوه تيتانوس توكس أنت تيتانوس يخافون خاف المكان اللي انجرح به ملوث بهذه السبورز. The antigenic power of the organism is the ability to stimulate the immune system to produce antibodies or antitoxin with subsequent immunity. It's measured by second attack frequency. A second attack is good. أول مرة infected مجموعة وبعدين secondary attack هو another attack from the same primary cases. So it's the ability to how the organism stimulate our immune system to produce antibodies or antitoxin. Then we have the mode of transmission. This is between the agent and portal of entry. The mode of transmission قد يكون direct أو indirect. Direct by direct contact like skin to skin like sexual transmitted diseases or could be by droplet spray with the droplet over a few feet until COVID 3 to 5 مثل البرتوسوس a droplet by coughing by sneezing by laughing. Indirect transmission مرات airborne محمول بالهواء لمسافة و infect the host يسمونه airborne. ال direct by coughing لا هذا بس هاي المسافة يوقع underground إذا ما صار ب infection للهوست. ال airborne لا مسافات suspended in the air droplet nuclear أو dust مثل dust suspended in the air أو indirect transmission by vehicle مثلا بالfood بالwater السالمونيلا تايفويد وغيرها نسمي فيكا أورال ترانسميشن
أو by biological product بالبلد باليورين أو بالفومايت المناشف يعني هذا indirect or by vector vector يشيله للأورغانزم ويدخله مثلاً الموسكيتو الأنوفيلز الإنسكت الحشرات may support the growth or change to the or change to the agent احتمال قسم من اللايف سايكل يصير داخل الفيكتر الإنسكت anyway هو indirect transmission يعني مو person to person أو يعني vertebrate to vertebrate مباشر. Most important is the incubation period. It is the period between the entry of the organism and the appearance of the first symptom of the disease. أول ما يدخل وليش وقت إيش قد يبقى إلى أن تطلع الأعراض. Knowledge of incubation period is important for المن نحتاجها نحتاجها للسيرفيلنس كوارنتين of some disease مثلا أنا أبدي أراقب المرض وأشوف نقول هيباتايتس هيباتايتس مثلا ونوي كان منطي ما بين الانتري والسيمتومز فمن أعزل شخص به هيباتايتس أكيد أعزل على الأقل أسبوع حتى ما يعدل البقية طالب مدرسة عندي وإجي عده ممس إش قد عزله عن الطلاب يعتمد على الانكوبيشن بريد وإش قد هو انفكشيوس خلال هالفترة زين فعادة يعزلون الانكوبيشن بريد ويضيفون لها فترة for safety the application of preventive measure to abort the or modify the attack أنا أقدر إذا عرفت الانكوبيشن بريد أقدر أسوي prevention and identification of source of infection إجا واحد عنده infected from other ويقول أنا مثلا شفت فلان في قبل أسبوع وورا ما شفته يعني بعد أسبوع صارت عنده أعراض فنعرف أنه من نشوف الانكوبيشن بريد هي 6 أيام أو 5 أيام نقول هذا هو source of infection من خلال ما نسوي احنا investigation للpatient فنقدر نعرف source of infection the portal of entry and exit منين يدخل ويطلع الميكروorganism أو infectious agent the portal of entry هو الباث by which the infectious agent enter the host البورتال اوف اكزيت هو بالعكس ذا باث باي ويتش انفكشس ايجنت اكزيست ذا انفكتد هوست فمنيع شنو الانتري الصوت طلاب ممكن الصوت this could be the skin by direct contact مثل بالسكيبيز يدخل من السكن الفنجال انفكشن من السكن ستاف بكتيريا ستاف أوريس من السكن وهكذا الميوكس ممبرين مثل الهيباتيتس بي سكتوال ترانسميتد ديزيزز ريسبيراتوري تراكت كل ريسبيراتوري انفكشن هو بورتال اوف انتري اند اكزيت اولسو راينا فيروس الابشتاين بار فيروس اي بي فيروس جي اي تي سم تايمز مثل الايكولاي بكتيريا انتريك فيروسز and hepatitis A virus الجت مثل الجونوريا العفو الجنتو يراين الاتراكت مثل الجونوريا السفلس هاي portal of entry البلاد could be مثل HIV virus hepatitis C virus hepatitis B والملاريا دولة من خلال البلاد فهذه different types of portal of entries and exit And then we have the host, the susceptible host, who a person or any living animal that afford living condition suitable for the growth of infectious agent. The susceptibility to infection is universal, but susceptibility to disease depends on our immunity mal host, dietary, nutritional factors, or genetic factors. In general.
بالنسبة للإميونيتي of the host عندنا either natural immunity وعندنا acquired immunity. Natural resistant of the body, these are offered by skin, by mucous membrane, gastric acidity, respiratory cilia, هذا اللي inside the respiratory tract, أو تكون acquired. Acquired either passive or active. The passive acquired through transferred antibody from mother to infant, مثلا, naturally, or by giving immunoglobulin or antisera, which are artificial. The active تصير post-infection, تصير natural immunity. يعني أكو disease, infectious agent, واحد انصاب بها مرة واحدة, واحتمالية الإصابة الثانية ضعيفة. فيكون antibody for years, ويبقى resistant to the same infection أو من خلال الvaccination. الvaccination هاي artificial but it is also active immunity. So either natural or acquired and the acquired either passive or active. What is needed for transmission of communicable disease? شنو prerequisite for transmission? شنو اللي مفروض يصير يتحقق حتى communicable disease occurs? There are almost six prerequisite for this transmission of communicable disease. Presence of reservoir for infection. Presence of the agent, microbiological agent. There should be a portal of exit through which the microbiological agent leave the reservoir and mode of transmission. There should be portal of entry through which the agent enter the host, and there should be susceptible host. So these are almost the common prerequisite or needs for transmission of communicable disease. In general, how we prevent and control communicable diseases, we'll talk specifically later when you have all the diseases, but we can outline some of the measures. We have a cycle for infectious disease or communicable disease, and we can break the cycle in any of these stages accordingly. So we can break the cycle or the chain of infection. Started from the agent to the transmission to the susceptibility of the host to the reservoir. So we have terms in prevention and control. Control means activities conducted to bring a disease or a health problem at a very low level till it becomes no longer a public health problem. Control السيطرة على الديزيز ونخليه ضمن incidence أو prevalence كلش low ونبقى نسوي له surveillance. إذا تجاوز هذا أو رجع صعدة الكيسات إحنا we have outbreak ولازم نتصرف وياه أو epidemic. هذا نسميه control إلى أن نوصل إلى total elimination مثل poliomyelitis. البوليو المفروض no longer existed in Iraq, sometimes يصير re-existence. هذا الكنترول. Elimination هو termination of all modes of transmission to the reduction of incidence of the disease to zero in a confined or specific geographical locality as a result of deliberate effort. Yet, we continue intervention method required. لأنه الإليمينيشن مو توتال مثل اللي جواها الإراديكيشن. إراديكيشن هو termination of all modes of transmission of infection by extermination, execution, يعني ننهي of the infectious agent. Ends. فa little difference between them. نبقى بالإليمينيشن observing. والإليمينيشن هو specific place, a specific geographical area.
So the chain measures that directed to the agent. هذا اللي حكينا عنها. الagent شنو ممكن نسوي له؟ sterilization, disinfection, proper treatment of infected individual to kill the agent at the source. بالنسبة للmeasures directed to the reservoir of infection, إذا كان case reservoir هو يصير من الكيس يتحول إلى reservoir, فأكيد case finding ندور على الكيسات مثل ما صار بكوفيد. ظلوا الأطباء يطلعون للبيوت يدورون على case كوفيد ويسووا management ويطلعون advice. Reporting to the local health authority to apply the appropriate control measures. أكو diseases من تمر علينا لازم نسوي بيها تقرير لأنه هي مسيطرة عليها المفروض, فمن تجينا كيسات جديدة لازم نسوي reporting. أو من واحد قاعد وتجي كيسات unusual هواية دياري كل شيء هواية تجي واحد وراء الثاني من منطقة معينة, فأكيد لازم يسوي reporting للhealth authority للsuperior حتى تبدي appropriate control measures for contact environment, يبدي public health education أو isolation. isolation عزل, ومو حجر, مو حجر بمكان خاص بالمستشفى, لا عزل ممكن يصير بداخل البيت. strict isolation مثل اللي عنده فلو وما ياكل ويا بقية العائلة, ما يحب وجههم, هذه يعني نسميه لأنه أكو مثلاً discharge body fluid isolation مرات, أو نخلي الكمامة على مود isolation. هذا شو وقت تصير for the whole period of communicability. communicability هي البريود اللي يصير بيها infection. يقول فسميناه communicable disease infection to the others. infectious هي البريود of communicability. and period of treatment إلى أن يصير non-communicable, يصير non-infectious. and sometimes surveillance for the longest incubation period, مراقبة. واحد عنده tuberculosis الرقبة وحتى وصلت مرحلة أنه يجي للهيلث انستيتيوشن للمركز الصحي يأخذ الدرج, يأخذ الحباية قدام الكادر والدكتور ويروح. هيك صارت على مود سيرفيلنس ويتأكدون أنه يأخذ التريتمنت. وهذا بالنسبة للكيسز. Reservoir that can carriers, we have to identify carriers in the community, treatment and exclusion from work. مرات نحتاج till the organism is eliminated, especially مثلا food handlers, those working with children, اللي بالمطاعم اللي ينطون أكل هم carrier of typhoid. هذا يعدي بالناس بصورة مستمرة, فأما نسوي له نعالجه وأول مرة نشخصه وبعدين نعرف من هو وبعدين نعالجه ونسوي له exclusion من الورك إلى أن يصير elimination. It is a cost effectiveness depend on a proportion of carriers in the community as well as sensitivity of their occupation. هل هو يتعامل ويا الناس؟ هل نسبتهم ذولا لهذا المرض عالية الكاريرز؟ وقاعد يصيرون سورس مستمر للإنفكشن, فإحنا يعني مثل أوكيبيشن هو يتعامل ويا بوبليك أوكيبيشن يوميا الناس تجي أو يطبخ للناس أو فود هاندلينج وهكذا. فالكوست إفكتيفنس يعني فعالية هذه الطريقة هذه الطرق يعتمد على نسبة هذول. إذا كان نسبة قليلة وماكو كيسات نيو تظهر والأوكوبيشن مالتهم مو سنسيتيف, ما عندهم كونتاكت ويا other people, so it's sometimes okay just to observe them. Sometimes we have animal reservoir. We have to have adequate animal husbandry, immunization of animals if the vaccine is available, a treatment of infected animals and killing if treatment is not feasible sometimes. خصوصا هذه الفترة يعني domestic animals الكاتس الدوغز بالبيوت صارت يعني مودة, وهواي ناس يعني عندهم كاتس عندهم دوغز,
فشود بي يعني ديل شلون ال member of the family بالنسبة للإيمونايزيشن تريتمنت، لأنه ممكن ينتقل إلى الهيومن أو أذر أنيمالز نسميه زونوتك ديزيز. هاي بالنسبة للريزيرفا. بالنسبة إلى how we in generally break the transmission of the disease. We can do this by isolation if indicated to interrupt direct transmission. هذا البيرسون بدل ما يعدي إلى 2 3 أو 5 باليوم نسوي له isolation خلال فترة الانفكشيسنس أو الكوميونيكابلتي إلى أن يطيب وحده ويأخذ العلاج. فيصير نون انفكشيس ويرجع. الايزوليشن عادة يكون هوم، يعني هو مو كوارنتاين، مو حجر إجباري، هو عزل. يعني هذا ايزوليشن مرات فورس، مثل ما صار أيام كوفيد أنه ممنوع واحد يطلع بالشارع، بقبل البيوت استي هوم. خذوا فترة من ضمن الميجرز إلى أن تنتهي الانكوبيشن بيريد الانفكشيسنس، وكان كل واحد بالبيت يصير بي كوفيد. هو ناس جربت يعزل نفسه بنفس بيته ويا أهله، ويعني أدواته وملابسه يعني والغرفة حتى التويلت سبيسيفيك وهكذا. فهذا يسموه isolation. decontaminating of fomites مثلا because of vehicle transmission. Promote hand washing. Prevent fecal oral transmission دائما. Hand washing is very very important. You cannot imagine how important hand washing is. It's always the first measure in respiratory and fecal oral route transmission infection. Modify ventilation and air pressure to prevent airborne transmission. هذا اللي يطير بالهواء، ف ما ممكن أنا أخلي السبلت أو الفنتيليشن، لازم نيجاتيف بريشر at the hospital حتى ما يجيب الانفكشن ويدفعها إلى other people in other places. هاي بالنسبة مثلا للإيربون ترانسميشن. and control of vector bone transmission، يعني الموسكيتو مثلا killing of mosquito بالليكس بال هذه البحيرات اللي يعيش بيها وغيرها بالهارزية، هذا إذا كان أكو vector borne transmission. Sometimes we have to do something to the environment like sanitation of water, like food, proper sewage handling, because there are environmental factors suitable for transmitting some infectious agents. The portal of entry, we have some examples of measures to be directed for protecting these portals, like using bed nets, هذه اللي يستخدموها عن البعوض الناموسية أو الكلة يسموها بالمصطلح العام. Wearing mask. Gowns, هذا اللي يلبسوها شوفهم الأطباء، وفيس ماسك يغطي الوجه وتغطي الجسم كله to prevent entry of infected body secretion أو droplet through the skin or mucous membrane. Covering skin and using insect repellents. هاي أكو some creams تخلى على السكن والإنسكت ما تقدر يعني داي إذا لامستها ما تقدر يعني inject the inoculum أو بكتيريا أو فيروس inside the body. بالنسبة للهوست which is more important، يعني بالنسبة لنا إحنا اللي يعنينا هم الأشخاص أو patients. Health education, adequate personal hygiene, sound nutrition for immunity, immunization to prevent some infections, chemoprophylaxis. Chemoprophylaxis يعني نعطي drugs للcontact. مثلا واحد عرفنا انه اكتشفنا انه صاير عنده X disease
ويا ناس قاعدين مرات نطيهم دراجز نسمي كيمو برافيلاكسس حتى ما يصير بيهم. ومو كل الانفكشيوس ايجنت ينفع وياها، بس اكو قسم نستخدم كيمو برافيلاكسس. اوكي سو فار از جود. وي هاف تو اندرستاند اند ديسكاس why immunization is important and why what is the benefit of complete immunization of the community. ليش دائما يقولون تعالوا اخذوا لقاح ويلحون ويطلعون حملات، وان شاء الله السنة اذا صارت وانتم بعدكم بالمراكز راح تطلعون حملات لقاح اذا صارت فرصة وتشوفون. why we do this، ليش يلحون على هذا الموضوع. So complete immunization coverage can help prevent the agent from reaching a susceptible host because we have the term of herd immunity. الherd immunity هي الاميونيتي مال المجتمع كله, state of immunity within the community. If a high proportion of individual in the community are resistant to the agent by vaccine, then susceptible people will also be protected by the resistant majority of people. يعني أكو نسبة عالية 70% ماخذين اللقاح، فذول 30% اللي ما ماخذين اللقاح راح يكونون محميين بال 70%. لأن ذولاك 70 they break the chain of infection. وإحنا نقدر نشوفها هسه من خلال هذا المخطط. The level of susceptibility increase as new infants are born and an epidemic will develop after accumulation of susceptibles. كل ما زود الناس اللي susceptible not vaccinated كل ما نسبة حدوث الوباء تزود أو الoutbreak. It could be produced artificially by immunization or naturally after infection. يعني بداية الكوفيد قالوا أنه خلي 70% من الناس، وحتى بيوكي حتى صرحوا بيها مع الأسف، خلي الناس انفكتت حتى نصير ناصر الامنونتي لازم يمر بينا. بقتها ما كان اكو فاكسين بالبداية، فظلوا يدورون على ناتشرال انفكشن لليانج، لأنه اليانج بيبل الانفكشن عندهم عادة تكون مايلد مو مثل الألدرلي، فظلوا ينصحون الألدرلي والناس اللي عندهم كرونيك ديزيز أنه ما يطلعون، خلي بس الشباب، والشباب ممكن يصيرون انفكتد ويسوون ناتشرال اميونيتي، يسوون هيرت اميونيتي مثل ما نشوف بهالإكزامبل هذا. هنا بالأبر بيكتشر على اليمين ما عندنا، كل اللي هم بلو هم ذولا not immunized but healthy. الريد هم sick or contagious and not immunized أكيد لأن عندهم infection. اليلو هم immunized. فالفيرست أبر بيكتشر بالنسبة للبلو بيبول كلهم healthy تحولوا إلى كلهم ريد لأنه ولا واحد vaccinated وكلهم liable for infection. وذولا two red source of infection حولوا الكوميونيتي تقريبا mostly إلى infected كلهم diseased. بالcase in the middle we have some of the population are immunized. فذولا متوزعين بين الناس تقريبا يعني. فthey break the chain of infection for some people and they produce partial protection and the contagious disease spread through some of the population, while in the lower picture most of the population get immunized. فنشوف اللي diseased هم تو نفسهم واللي تحولوا الى diseased لانه موجودين اليلو كلر they prevent the this chain of infection or transmission. يجي عليه الانفكشيوس ايجنت وما يأثر به ويموت.
infectious agent إذا ما لقى host إيش راح يصير به؟ will die. فيؤدي بالنتيجة إلى protection of the whole community. هذا level of herd immunity مرات تشوفه بنسبة. مثل يقول لك للميزل نحتاج 85% من الأطفال اللي هم liable vaccinated حتى نحمي ذول ال 15% ونوصل إلى good level of ونحافظ على low prevalence of the disease. So this is what is meant by herd immunity. Also, we have some basic definition regarding this subject. An infection in general هي infection entry and development multiplication of infectious agent in the body of man or animal. Not necessarily infection cause illness. مو شرط. قد تكون فقط infection و asymptomatic. وأكو disease تتقسم. أكو نسبة asymptomatic. أكو mild symptoms. أكو severe symptoms. يعتمد مرات على immunity of host or person. We have some levels of infections and some gradients of infection. Aku colonization, مثلا staph aureus, بالسكن والنيزوفارينكس موجودة. بس ماكو disease. بس من تقلل immunity أو واحد مثلا يصير AIDS ممكن هاي يصير pathogenic. عندنا subclinical أو inaberrant infection البوليو. عندنا latent infection مثل الهربس سيمبلكس هاي اللطمة اللي تصير reactivation of the virus سميها latent أو could be manifestation أو clinical infection واضحة كاملة بclinical symptoms. فهاي أنواع ممكن تصير بنفس الديزيز وممكن كل ديزيز يتخصص two stage or three stage of these. Latent infection شنو معناها؟ معناها a situation in which a virus specifically present in the body but it remain dormant not causing any overt symptoms باقي بالبدي وماكو اي symptoms. The patient is still infected with the virus and he or she can pass the virus to others when they are exposed to this dormant virus and the latent infection can also be activated causing symptoms and illness again. وكلاسيك اكزامبل بالليتنت انفكشن هو الهربس سمبلكس ممكن ييرز ويصير له ري اكتيفيشن بيريودكلي فلير اب ويسوي كولد سور اند ويرجع اجين دورمنت بنفس البدن. سم انفكشنز كان نيفر بي فولي فلشت فروم ذا بودي بيكم ليتنت وذ ذا يوز اوف ميديكيشن بارشال تريتمنت ما يتعالج كامل ويبقى other measures to control the virus and inhibit replication. فيبقى dormant بدون replication إلى أن تجي في الصفحة يصير active. In these cases, the latent infection may periodically also flare up in response to environmental causes and this can also cause when a virus mutate, becoming impossible to eradicate. من يصير بطفرة وراثية بالتركيبة مالته mutation فيصير فشي جديد وreactivated or when a course of treatment is not complete allowing a virus to remain dormant in the body تخلي الفيروس باقي بالبدن مثل البكتيريا ولو هي specific للفيروس بس اكو بكتيريا احنا نعرف الانتيبايوتيك درسته بالثالث اكو بكتيروستاتيك اكو بكتيريسايدال بكتيريسايدال هو كيلر للبكتيريا بكتيريستاتيك ما يقتلها بس شنو يحجمها لذلك نفس الشيء نفس المنهج هنا انه incomplete treatment يبقى من ضمن الديفنس ميكانيزم بالبودي وبعدين يستغل الظروف الجديده الهوست وي هاف سم تايبس اوف هوست وي هاف ديفينيتيف هوست انترميديت هوست We have paratonic or transport host. A definitive host هو the one in which a parasite reach sexual maturity and undergoes reproduction. It's mostly a vertebrate.
آخر هوست ممكن أكثر من هوست يمر بي، وهاي خاصة للباراسايت. وعادة ما يكون الديفينيتيف هوست من الفقريات من الفيرتبريت. Intermediate host, it's a development of parasite occur, but it does not reach sexual maturity. They refer to as intermediate host, and it's usually in invertebrate animals. Paratonic or transport host, sometimes the parasite enter a host, and it does not undergo any development, but remains alive till it gain entry in the definitive host or intermediate host. إلى أن يوصل إلى كل شيء ما يصير به، مجرد مرحلة انتقالية، وبعدين يدخل يرجع إلى الانترميديت أو الديفينيتيف. فنسميه باراتينيك أو ترانسبورت هوست أو كارير هوست. These hosts are important for completion of life cycle of certain parasites, as they are believed to bridge the ecological gap between intermediate and definitive host. فيصير مثل مرحلة انتقالية ما بين الانترميديت والديفينيتيف. Contamination means the presence of infectious agent on the body surface or in the clothes or in the bedding بالبيد يعني أو بالتويز بالsurgical instruments بالsurgical dressing or other articles or substance including water and food. فمن يقول هذه contaminated هم يسوون decontamination، أي عملية يشتغلون بها الانسترومنت هاي كلها تنجمع يشتغلون بها الشخص واحد ويسووا لها decontamination، يسووا لها wash أولا by مثلا antiseptic solution، وبعدين يحطوها بالأوتوكليف ويعرضوها لحرارة حتى مثل ما يقول تتعقم. هاي عملية التعقيم هي decontamination لأنه هي contaminated. الانفستيشن is the lodgement, development and reproduction of erythropods in the surface of the body or in the clothes. نسميها infestation، وخاصة هاي العملية بالباراسايت أكثر شيء، مثلا body lice, itching mites. This term could be also used to describe invasion of the gut by parasitic worms مثل اسكارياسس، فنسميه infestation. The contagious disease is the one that is transmitted through contact. Very contagious. يقولون هذا highly contagious. يعني أقل تواصل بسيط contact هذا ينتقل. مثلا السكيبيز، التراخوما، sexual transmitted disease. الليبروسي مثلا contagious disease. Very contagious. يعني a little contact تحتاج حتى تنتقل. وهذه المصطلحات اللي راح ناخذها بالابيديميولوجي، الانسيدنس والبريفالنس. الانسيدنس هو النمبر اوف نيو كيسز ان ا جيفن تايم بيريد اكسبريسد اس بيرسنت انفكتد بير يير، نسميه كوميوليتيف انسيدنس، اور نمبر بير بيرسن تايم اوف اوبزرفيشن نسميها انسيدنس دنسيتي. هاي راح بالابيديميولوجي ان شاء الله ويل بي اكسبلايند. فالإنسيدنس نخلي ببالنا هسه هو النيو كيسز. البريفالنس هو number of cases at a given time expressed as percent. The prevalence is a product of incidence plus the multiplied by a duration of the disease and is of little interest if infectious agent is of short duration. مثلا measles. But maybe of interest if infectious disease of long duration. مثل chronic hepatitis B. يعني شنو؟ يعني أنا أجي السنة أبديها هسه 24 أبديها من 1/1/24 إلى نهايتها. أنا من أدخل بال 24 أنا مثل عندي كيسات chronic hepatitis موجودة ومسجلها. فذولي prevalence. ذولي prevalence. خلنا نقول عندي 100 دخلت سنة 2024 عندي 100 كرونيك هيباتايتس. خلال هالسنة صاروا وياها
40 cases، فالإنسيدنس 40 والبريفلنس راح يصير 140. أوكي، لأن البريفلنس الأولد كيسز والنيو كيسز، الإنسيدنس بس النيو كيسز. فالإنسيدنس خلال 24 للكرونيك هيباتيتس هو 40، والبريفلنس هو الأوردي عدي 100 والأربعين جدد صار 140. مرات أكو ديزيز يصير خلال فترة قصيرة مثل ميزلز ويروح، فما نتم ما نقول إحنا بريفلنس أوف ميزلز، لأنه صار انصاب المريض وطاب خلال فترة قصيرة بيشنت أو تشايلد يخلص، فما عندي بريفلنس، ما يكون عندي بريفلنس بس أحسب لها إنسيدنس. عادة إحنا بريفلنس الكرونيك ديز مثل بريفلنس أوف دايابيتس، بريفلنس أوف هايبرتنشن، بريفلنس أوف إسكيميك هارت ديزيز. بس من تجي مجموعة من الناس تأكلها فت شغلة وتسمم تسمم غذائي يومين ثلاثة ويطيبون، أو 24 ساعة يطيب ماكسيمم 2 دايز. دول شلون أقول بريفلنس؟ مجرد إنسيدنس، أقول صارت عندي حالات تسمم غذائي السنة الماضية 500، بس البريفلنس باقي 4 years، فهذا الدفرنس بيناتهم. كان فكشيس يعني ديزيز كوميونيكابل ديزيز، عندنا مثلا هيباتيتس بي لأن تطول فبيها بريفلنس، معظمها انسيدنس. And this leads us to new definitions: an epidemic, pandemic, hyperendemic, pandemic, exotic, zoonotic, وهكذا. شنو هاي التسميات وشنو معنى كل واحدة من هذه التسميات؟ الأبيديميك هو unusual occurrence in a community of a disease أو specific health-related behavior أو other health-related event. هواية أشياء نوصفها أبيديميك، نقول أكو أبيديميك of COVID صار، أكو أبيديميك of new behavior، an excess of expected occurrence، أنا ما متوقع هيك يصير وبدأ رأساً بدأ يزود. فأبي هاي لاتينية يعني معناها أبون، وديموس معناها بيبل، هذا التفصيل مع المصطلح. أبيديميك كان أكر أبون إنديميك ستيت، يعني هو إنديميك وصير أبيديميك. شون يعني الإنديميك؟ بالضبط إنديميك نسميه متوطن بالعربي، متوطن يعني refer to constant presence، ثابت المعدل مالته والعدد of a disease or infectious agent within a given geographical area or population group. مثلا البلهارزية في مصر كانت endemic، دائما موجودة وبعدد ثابت. It is the usual or expected frequency of the disease within the population. الشيء اللي نتوقعه، أتوقع أني كل سنة سنة جاية عندي كيسات مال اكس ديزيز 100 وتستمر على طول السنه 100، بس من تصير 200 فهذا اندمك وصار ويا ابيديميك مال 100 جديده. فالابيديميك انيوال اكونس اوف ذا ديزيز، والاندمك هو كونستانت بريزنس اوف ذا ديزيز. ومرات يصعدوها مثلا the term hyperendemic express the disease is constantly present at a high incidence or prevalence rate and affect all age group equally. سمو hyperendemic فتشي يعني مبالغة بالعدد والناس اللي مشمولين. وأكو holoendemic a very high level of infection يبدي early in life و affect most of child population. فيصير بي equilibrium والأدلت همينة show some evidence of that disease much less commonly than children. مثل ملاريا وان أفريقيا هي problem يعني holoendemic. فإحنا اللي خصنا epidemic, endemic أكثر شيء، والpandemic. الpandemic global يشمل كل العالم مثل COVID.
An epidemic usually affects large proportion of population, a wide geographical area, a section of a complete nation, entire nation, continent, or the world. مثل إنفلونزا pandemic in Europe. أوروبا كلها صار بها pandemic. صارت الإسبانيش فلو سابقا وميليونز. ونقدر نمثل هذه الأشياء بكوفيد. أول ما بدأ كوفيد in China. فكان epidemic. يعني صار outbreak كيسات بالبداية. عبالهم فلو عادية. وبعدين سوى isolation للفيروس. وبدأ يشمل ناس only in China. فصار epidemic in China. زين من بدأ يشمل العالم كله مناطق كاملة بدأت أوروبا USA Middle East Whole Asia صار pandemic أثر على كل الناس. هسه وضعنا بكوفيد هو endemic صار تقريبا بس بعدهم ما مطين. شنو endemic؟ يعني راح يظل ثابت باقي يعني مثل الانفلونزا. أوكي، وهذا المثال يوضح بالضبط شنو معنى epidemic. الثمانية. Term of sporadic disease. Sporadic معناها نقاط متفرقة. معناها scattered متفرقة. Cases occur irregularly, haphazardly, from time to time and generally infrequently. They are few and separated widely in time and place. No, a little connection with each other. Nor a recognizable common source of infection. مثلا poliomyelitis, meningococcal meningitis, tetanus. ممكن أنا مثل كيس بالبصرة, كيس بالسماوة, أو كيس بالكوت, أو بالناصرية, أو ببغداد, أو بالشمال. هذه سبورادك. كيسات قليلة ومتفرقة ما قربت بيناتها. بس تصير في وقت واحد. احتمال سيزنال. فشي سيزنال. يسموه سبورادك. يقول له شنو السيتويشن عندنا؟ يا باكو سبورادك كيسز بعته في كذا محافظة كذا مدينة. فvery few cases إنه few طبعا من نقول few فتشي أقل من 5 أو 10 من نقول few cases. وبالوقت الأوكرنس ما حد العلاقة بالثاني وبالمكان ما متصلين. حتى ما نقول إحنا عندنا فد إنفكشن جاي تنتقل من شخص إلى آخر. الزوناسيس هي إنفكشن ترانسميتد أندر ناتورال كونديشن فروم فيرتبريت أنيمال تو مان. مثل الرابيز بليك وفاين توبركلوسيس. الأبيزوتيك هو أوتبريك أوف ديزيز إن أنيمال بوبيليشن سموه أبيزوتيك. الانزوتيك هو اندمك بس وين بالانيمال. فالابيزوتيك تقابلها بالبيبل هو الابيزوتيك ابيدميك. الانزوتيك بالانيمال تقابلها اندمك بالبيبل. A very important and always occur هي nosocomial infection hospital acquired infection. شنو هذه؟ هذه infection originate in a patient while in the hospital or another healthcare facility. It has to be a new disorder unrelated to the patient's primary condition. Examples include infection of surgical wound, hepatitis B, urinary tract infection. هذا صار بالمستشفى child جاي بي نيمونيا وصار دياريا. فكسب infection, a new infection in the hospital. فنسميها nosocomial infection. الوند نفسه من يصير بالتهاب أكيد من الهوسبيتال منين يجي.
urinary tract infection, which is very common nosocomial infection, UTI. يجي يدخل على diabetes, على complication, على CVA, ويصير UTI. نسميها nosocomial infection أو hospital acquired. The opportunistic infection, this is infection or an infection by organism that take the opportunity من اسمه تستغل الوضع اللي موجود بالهوست provided by a defect in host defense. مثل immunity تتقل and infect the host and cause disease. مثلا opportunistic infection are very common with AIDS. Organism مثل herpes simplex, cytomegalovirus, well tuberculosis. وأبو الإيدز هو ما عنده مناعة. حتى الفنجال انفكشن ممكن يعني kill the patient إذا very low immunity. نسميها opportunistic infection. The reproductive rate of infection. يعني شقد الريت مال السبريد والتكاثر مال الانفكشيوس ايجنت. And this is the potential for infectious agent to spread. ينتشر ما بين الناس. اكو كل السريع واكو بطيء. وينطونا رمز بالR ينطونا IR0. ايش قد الR0 مال هذا التزيز. و الاشياء او الفاكتورز الانفلونت this reproductive rate هي the probability of transmission between infected and susceptible individual. احتمالية الانتقال شقد. The frequency of population contact. إذا كان من خلال contact whether direct or indirect. مثلا in India we have a lot of people in the square meter مثلا. فأكو contact هواية. فمدام أكو contact هواية فreproductive rate ممكن يكون أعلى. Duration of infection is قد تطول. The virulence of the organism well population immune proportion. Immunity of the population. طبعا تتحدد personally وتتحدد بالفاكسين وغيرها من الأمور مثل ما قلنا. And this is the end of our introductory lecture today. من هنا صار عندنا موضوعين. Communicable disease و family medicine and primary care will continue in consequences of these two subjects. وأريدكم بس again focus on these slides, this one. حتى يصير common rule إنه شلون نقرأ المحاضرة وشن اللي مطلوب من عندنا في هذه المحاضرة. So far so good. Any question؟ عفوا دكتور بس محاضرات اللي راح ناخذها بعد شنو؟ نعم. محاضرات اللي ناخذها. بدينا infectious وبدينا family medicine and primary care. الإبيديميولوجي بعدين راح نروحه كورس ثاني. إحنا مدام عندنا مراكز إذا رتبناها الأسبوع فأكيد راح يبقى على الفصل الثاني أو احتمال يصير فرصة نأخذ إنترودكشن كم محاضرة من الإبيديميولوجي فحسب الوضع نشوف يعني إذا كان أكو مجال والعمل يترتب لأن العمل مالته important. فانتو بعد
حاولوا تدخلون بأسماء كاملة ثلاثية من تدخلون بالمحاضرات الأونلاين. وهذه الفيربس اللي تستخدم بال يعني لكل level of knowledge. طبعا هذا يعني هسه معظم الميديكال كوليج هو على هذا. هذا كان فشي difficult و بلوم ساكسونومي، بعدين ابتكروا منا هذا يعني أبسط شوية للميديكال إدوكيشن، وأكو شيء يخص البراكتيكال يخص يعني السيشنات وشنو الليفلز أوف إنه تكتسب سكيلز، لأن إحنا بالمديسن عندنا أكو نولج معرفة هذا الليفل مالتها شلون نستخدمها، ويستخدم في كل البوست يعني الكولج كل الكولج، بس أكو سبيسيفيكلي for medicine اكو لي other college other specialties. فهذا knowledge، هذا يعني كمعلومات نظرية شنو اللي مفروض الليفل مالتنا يكون بيها. ال practical skills هي اكو الهم يعني application، والأذر بالنسبة للmedical education هي الattitude، وقسم يضيفوا لها الcommunication يعني من ضمن المخرجات مال الـ outcomes مال الـ medical college. And these are the verbs. أنا بالنسبة لي ما راح أستخدم يعني كل الـ verbs، راح تشوفون بس الـ common اللي فاهميها، مثلا list, outline, define, recall, identify, recognize sometimes. يعني فت خمسة من كل level، خمسة ستة. الـ level of understand مثلا describe, explain، بارافريز شوية كايند مو دائما، سامرايز، كونتراست، ديسكاس، حتى انتربريت، فسر أو ديسكاس، ناقش يعني. والأبلاي مثلا أبلاي نفسها، كالكوليت، بريدكت، يوز، ديمونستريت، ديترماين، كل المفهومات إنه الموديل العقليل، perform، present، قدم هذا الشيء يعني present the result of the following مثلا تجيكم مسألة و present، فيعني calculate، نجيب الكمان حتى you know what level we mean in the question. okay. والفيرست 3 ليفل بالنسبة لي بعد ما أدل البقية أعتقد الأنالايز تشمل يعني بعض الكيسز، بعض الكونكلوجن واحد يستنتج منها. أوكي، فهذا very important to know، وحتى تعرفون our objectives and what is meant by these objectives. أوكي، no more question. اوكي، هاي، شكرا.